متابعي طقس العرب في المملكة العربية السعودية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لكم هذه النشرة الجوية التي سنستعرض فيها تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة للمملكة خلال الأيام القادمة وخلال الساعات القادمة أيضا، حيث سنستعرض في نشرتنا الحالية المحاور التالية: حالة من عدم الاستقرار الجوي يوم الاثنين، أيضا زخات رعدية من الأمطار في العديد من المناطق بسبب حالة عدم الاستقرار الجوي، وأيضا الارتفاع الكبير على درجات الحرارة اعتبارا من منتصف هذا الأسبوع وحتى نهاية الأسبوع. نبدأ نشرتنا كالعادة بصور الأقمار الصناعية ملتقطة خلال ساعات صباح اليوم الأحد، ولتوضح حالة من عدم الاستقرار الجوي تأثرت بها منطقة الربع الخالي وأيضا أجزاء من جنوب منطقة الرياض، حيث تكاثرت الغيوم الركامية الرعدية وهطلت زخات من الأمطار ترافقت بهطول زخات من البرد في العديد من المناطق. خلال الساعات القادمة من يوم الأحد خلال ساعات المساء وليل الأحد، يتوقع أن تتكاثر أيضا الغيوم في عموم المنطقة الوسطى بسبب أيضا حالة من عدم الاستقرار الجوي تؤثر على المنطقة، وبالتالي تتكاثر الغيوم الركامية على كل من حائل والقصيم، غرب منطقة الرياض وأجزاء من شرق منطقة المدينة المنورة، وأيضا المرتفعات الجنوبية الغربية، وبالتالي تحطو زخات رعدية من الأمطار تكون غزيرة أحيانا في بعض النطاقات. تتحرك هذه الغيوم تدريجيا خلال ساعات المساء أيضا نحو العاصمة الرياض، أيضا ساعات مساء الأحد تحديدا وأيضا ليلة الأحد على الاثنين تنتقل إلى العاصمة الرياض، وبالتالي تكون الفرصة مهيئة لهطول زخات رعدية من الأمطار على العاصمة. تستمر فرص الأمطار في عموم المنطقة الوسطى خلال ساعات يوم الاثنين بسبب استمرار تأثر تلك المنطقة بحالة من عدم الاستقرار الجوي تشمل أيضا العاصمة الرياض. بالانتقال الآن إلى التوقعات الجوية لتوزيع درجات الحرارة خلال الأيام القادمة، حيث تشير آخر التوقعات الجوية أو آخر التحديثات الجوية لارتفاع تدريجي ومستمر على درجات الحرارة خلال منتصف الأسبوع وأيضا خلال نهاية الأسبوع، وبالتالي ترتفع بشكل كبير درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها في مثل هذا الوقت من العام وتتخطى حاجز 40 درجة مئوية على المنطقة الشرقية خاصة خلال يوم الأربعاء وأيضا يوم الخميس، وتستمر درجات الحرارة المرتفعة في عموم المنطقة الوسطى والشرقية خلال عطلة نهاية الأسبوع، يقابلها انخفاض على درجات الحرارة هذه المرة بالمنطقة الشمالية بسبب اندفاع لكتلة هوائية باردة قادمة من منطقة بلاد الشام، لتكون درجات الحرارة حول إلى أقل بقليل من معدلاتها في مثل هذا الوقت من العام. أما بالنسبة للتوقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال الأيام القادمة بحول الله، يوم الاثنين حالة من عدم الاستقرار الجوي تكون فرصة مهيئة لهطول بعض زخات الأمطار على العاصمة الرياض، 35 درجة مئوية كحرارة عظمى، 24 درجة مئوية كحرارة دنيا. يستقر الطقس على العاصمة الرياض، يوم الثلاثاء ترتفع درجات الحرارة بشكل إضافي 38 درجة مئوية مع تفرق لبعض الغيوم، 25 درجة مئوية كحرارة دنيا. يوم الأربعاء تلامس درجات الحرارة 40 درجة مئوية، وبالتالي تكون أعلى بكثير من معدلاتها في مثل هذا الوقت من العام، أجواء حارة إلى حارة بشكل لافت على العاصمة الرياض مع طقس غائم جزئي، أما الحرارة الدنيا أيضا عالية نوعا ما 26 درجة مئوية. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن، إلى اللقاء.